بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في ديننا وفي أمور دنيانا وآخرتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، جنبنا الرياء والمراء ومحبطات الأعمال ما ظهر منها وما بطن، وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية في مواقيت الصلاة. اليوم لو أدركنا أننا نخلص بس وقت صلاة الظهر يبقى كويس، يعني هنحاول ناخد وقت صلاة الظهر كيف تحدده تفصيلا، وآراء العلماء في هذا الموضوع على مذهب السادة الشافعية، حتى تستطيع أن تحدد وقت الظهر بدون الساعة وبدون النتيجة حيثما كنت في أي مكان على وجه الأرض. وهذا ضروري لحياة كل مسلم، أنه يعرف مواقيت الصلاة غير مرتبطة بالنتيجة ولا الساعة، عشان قد يمر عليه أحوال يبقى موجود في مكان لا نتيجة ولا ساعة، وقد يكون في مكان في نتيجة وساعة لكن مفيش جالية إسلامية فمش متحدد، يبقى موجود عايش مثلا في بلد في القطب الشمالي في الجنوبي في إحدى البلاد الأوروبية أو إحدى الولايات الأمريكية ما يعرفش. فيعني أنا رحت باريس سنة 76، وبعدين بقيت مش عارف مواقيت الصلاة لدرجة اتصلت بالسفارة المصرية بالقنصلية المصرية في باريس عشان أسألهم إزاي نصلي، وطلبتهم قالوا لا اسأل مش عارف مين، ودوني تليفون وقعدت أطلب، وبعدين في الآخر قابلت ناس جزائريين ماشيين في الشارع كده شكلهم عرب فسألتهم قالوا لي، لأن كنت ساعتها ما أعرفش حكاية إزاي أعرف أنا مواقيت الصلاة تبقى أزمة، يعني افرض رحت بلد ما فيهاش جالية إسلامية أصلا ولا مسلمين أصلا هتعمل إيه؟ هتبقى مشكلة بالنسبة، مش هتعرف غير المغرب بس لما تغرب الشمس وبقية الأوقات. فمهم لكل مسلم يعرف الحكاية دي، وهو ينادي بالجهاد ويحلم بالجهاد في سبيل الله. والجهاد معنى الحروب، معنى الوجود في البرية، معنى الوجود في الصحاري، معنى الانتقال في غير الأماكن المعتادة، معنى يبقى فقيه، معنى لما يفتح البلاد إزاي يعلم الناس أمور دينهم، ولا هو الجهاد كده شعارات وخلاص؟ فلازم في الأول تتعلم، وبعدين بعد ما تتعلم وانت بتتعلم تنفذ، وانت بتنفذ تخلص لله وتخشى الله وتتقي الله وتصلح ما حولك، وبعدين ربنا يصلح بعد كده القيادات، وبعدين يقول حي على الجهاد نلاقي مسلمين حلوين شاطرين كده جاهزين. انما لو جاء الوقت قال لك حي على الجهاد هيجي مين؟ ناس ما تعرفش حتى نواقض الوضوء ولا يعرفوا حتى يقروا القران، طب ما هم دول اللي هيفتحوا البلاد، دي مشكله برضه. فنسال الله السلامه. يمكن ربنا مأخر لنا الجهاد علشان نتعلم فنستغل الفرصه، لان كل شيء بقدر الله. مأخر لنا الجهاد عشان تطلع اجيال حافظه القران، تطلع اجيال تبقى صوره يعني عظيمة للإسلام كما كان الأجيال الأولى صورة عظيمة للإسلام، يفتحوا البلاد ما يغتصبوش النساء، ما يسرقوش البلدان، ما يخشوش على السوبر ماركت يحرقوه وياخدوا البضائع اللي فيه ويحرقوا السيارات ويعملوا زي ما تشوف أنت دلوقتي حروب المسلمين الآن كحروب الكفار سواء بسواء زي بعض بالظبط، لا فرق بين مسلم جندي مسلم دخل بلد وجندي أمريكاني دخل بلد، كلهم بيعملوا نفس الطريقة، لأنه دخل جندي مسلم لا يعلم عن الإسلام أحكامه فبيبتدي يتصرف بقى بالتصرفات البهيمية المعتادة التي يستوي فيها مع الكافر. فعايزين بقى جيل يعرف ايه هو الإسلام وكيف يكون سلوكا وحياة يطبقه. يقول قوله أي المصنف، ولما نقول المصنف هنا يبقى القاضي أبي شجاع، وما نقول الشارح يبقى ابن قاسم الغزي، ولما نقول المحشي مش المحشي، المحشي يبقى إبراهيم البيجوري. كويس. قوله هنا قول المصنف، قوله الظهر
بدأ بالظهر في المواقيت الخمسة، بدأ بالظهر. ليه ما بدأش بالفجر؟ لأن أول صلاة صلاها النبي هي الظهر، لما فرضت الصلاة أول صلاة صلاها هي الظهر، فبدأ بإيه؟ بالتوقيت المعتاد بتاعها اللي هو بالترتيب. ومثلها الجمعة، يبقى وقت الظهر عندنا هو وقت الجمعة أيضا عندنا الشافعية، خلافا للحنابلة عندهم وقت الجمعة يدخل من بعد الضحى، من مع الضحى كده يعني. ممكن الجماعة الحنابلة يجوا على الساعة 10 يقوموا يأذنوا ويصلوا الجمعة ويروحوا على 11 السهر يكونوا مخلصين كل حاجة ويروحوا يناموا. لكن الشافعية لا، وكذا معظم المذاهب إلا الحنابلة قالوا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر بالضبط، هو وقت ظهر يومها. ومثلها الجمعة فإنها خامسة يومها، وإنما لم يذكرها المصنف لأنه إنما ذكر الواجب في كل يوم وليلة، والجمعة لا تجب في كل يوم وليلة، وإنما تجب في يوم الجمعة فقط، أو لأن الظهر هو الذي وجب ابتداء وفرض الجمعة متأخرا، ولأن الظهر هو الواجب على كل مكلف من ذكر وأنثى، بخلاف الجمعة فإنها لا تجب على الإناث، أو لأنه جرى على القول بأنها بدل عن الظهر، وإن كان قولا ضعيفا عندنا عند الشافعية. هل الجمعة بدل عن الظهر؟ يعني لو صليت الجمعة ما صليش ظهر؟ عند الشافعية ده قول ضعيف، ليست بدلا عن الظهر، يعني تصلي الظهر وتصلي الجمعة. الشافعية رأيهم كده، لدرجة إن كان في مساجد زمان وما زال إلى الآن في بعض مساجد دمشق الشافعية، بعد ما يخلصوا صلاة الجمعة وهم على حالهم كده يقيموا الصلاة ويصلوا الظهر جماعة وهم على حالهم بعد صلاة الجمعة. فإذا رحت البلاد دي ما تتعجبش، هذا رأي الشافعية، رأيهم أن الظهر الجمعة فرض منفصل وليس بدلا عن الظهر، وهذا هو الراجح عندهم. وفي قول ضعيف زي الحنابلة والأحناف أنها بدلا عن الظهر، وده المشهور في بلادنا حاليا، لأن الشافعية ما بيرضوش يظهروا هذا عشان ما يعملوش خلاف كتير بين الناس، لكن بيصلوا الظهر لوحده. أنا شخصيا بصلي الظهر كل جمعة سنوات، بقالي كده سنوات، أول ما يدن أروح مصلي الظهر، وبعدين بعد كده نخطب الجمعة ونصلي الفرض الجمعة ونروح، يبقى كده عملنا اللي علينا، ومفيش داعي إنك أنت تثير المشاكل مع الناس، لأن ده أمر خلاف في المذاهب، فالأمة تسع الخلاف. لكن أنت لو رجل شافعي ونظرت للأدلة وجدت أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، هذا هو الراجح، وحدين نناقشها بعدين بعد كده. لكن على أي حال اللي عليه الناس الآن مذهب قوي من مذاهب المسلمين والأحناف ومذهب الحنابلة، وكذا المالكية عندهم الجمعة لا تكون بدلا عن الظهر إلا بشروط أن تكون في المسجد القديم، فإن كانت في غير المسجد القديم وجب عليه أن يصلي الظهر مع الجمعة لأنها لم تنعقد له جمعة. عند المالكية كده، تدور على أقدم مسجد يعني عمرو بن العاص في مصر، لو صليت في غير عمرو بن العاص يبقى تصلي على مذهب المالكية ظهر برضه لأنك لم تدرك الجمعة، وإن كانت سقطت عنك عهدة فرضيتها بصلاتها في أي مسجد آخر، سقطت عنك العهدة فما بقتش آثم بترك جمعة، لكن تقوم تصلي الظهر فصارت جمعة غير بدلا عن الظهر. فهمت بقى المسألة عند المالكية؟ فالمسألة فيها خلاف كبير يعني بين العلماء، لا داعي لذكره الآن، هيجي في باب صلاة الجمعة. فعلشان كده بيقول ربما ابتدى بالظهر علشان الظهر يا إما يعني على كل مكلف، أو إن هي أول صلاة ظهرت فسميت الظهر لظهورها، أو لأنها ليست مفروضة كل يوم والجمعة مفروضة يوم في الأسبوع، فيبقى الأولى أن يذكرها أولا، ولأن الجمعة فرضت متأخر لم تفرض مع باقي الصلوات، بل أول جمعة جمعت في المدينة المنورة، ولم يجمع النبي في مكة قبل الفتح مطلقا، ولذا قالوا لا يجوز التجميع في دار الكفر ويجوز التجميع في دار الإسلام فقط. وعلشان كده في مذهب من المذاهب يقولوا أنك ما تصليش الجمعة في أمريكا، ما تصليش الجمعة في بلاد الكفار، صلي ظهر وخلاص مالكش جمعة لأن دي بلاد الكفار، زي ما النبي كان في مكة كانوا في المدينة بيصلوا جمعة وهو ما يصليش جمعة في مكة قبل الفتح، وجمع في المدينة لما هاجر صلى الله عليه وسلم. وسيدنا صهيب وسيدنا مين اللي راح أول واحد؟
لا أول سفير في الإسلام ده بيجي في الفوازير، مصعب بن عمير ده بتيجي في الفوازير كل رمضان يجي بالك في الفزور. سيدنا مصعب بن عمير أول إيه من جمع في المدينة المنورة قبل تجميع النبي، لأن النبي أرسله قبله، فليعلم أهل المدينة مع بيعة العقبة الثانية أرسل معهم مصعب يعلمهم القرآن والأحكام الإسلام، فجمع بهم وصلى بهم الجمعة قبل النبي أن يصلي، ولما وصل النبي بعد ذلك جمع. لا بس المدينة كانت دار إسلام واليهود كانوا معاهدين، زي ما في مصر كده فيها مسيحيين وعايشين معانا، ولكن هي مصر دار إسلام مش كده برضو؟ حتى لو الحزب الوطني مسك المجلس الشعب برضو دار إسلام، حتى لو حزب الوفد مسكه برضو دار إسلام، يعني مصر دار إسلام بغض النظر، حتى لو الإخوان المسلمين ما مسكوش برضو دار إسلام، مسكوا دار الإخوان المسلمين برضو دار إسلام، فهي دار إسلام من زمان مصر. إنما بلاد الكفار زي أمريكا وأوروبا وكده ليست دار إسلام، دار هي دار حرب. وده برضو فيه حكمة، إن المسلمين في دار الحرب المفروض إن هم لا يظهروا قوتهم حتى لا يثيروا أعدائهم ضدهم وهم أقلية، فالاجتماع لصلاة الجمعة هيظهرهم أكبر من حجمهم الحقيقي، يقوموا يبتدوا يضايقوهم بعد كده في القوانين، ويضايقوهم بعد كده ويضايقوا عليهم عيشتهم، لأن يحسوا. وده اللي حصل في باريس، ابتدوا بقى يضيقوا في المسلمين في الحجاب، ويضيقوا المسلمين في موضوع اللحية، ويضيقوا المسلمين في أمور كثيرة، بدأوا يضيقوا على المسلمين. ليه؟ عشان كانوا المسلمين غاويين في صلاة العيد، يصلوا في الخلاء ويصلوا الجمعة ويعملوا هتافات ويعملوا شغلانة، فأثاروا الكفار على الإسلام والمسلمين، فبرضو فيها نوع من الحكمة. فعلى أي حال لو صلوا في دار الكفر الجمعة انعقدت جمعة، انعقدت الجمعة، ولكن هل تسقط عنهم الظهر؟ الراجح على مذهب الشافعية لا يسقط الظهر، يجب عليهم صلاة الظهر أيضا. فبيقول أو لأنه جرى على القول بأنها اللي هي الجمعة يعني بدل عن الظهر، وإن كان قولا ضعيفا، اللي هي أنها بدل عن الظهر ده قول ضعيف عندنا يعني، فلما ذكر الظهر التي هي بدل عنه فكأنه ذكره، وإنما بدأ المصنف كغيره بالظهر لأن الله قد بدأ بها في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس قالوا أول اللي هي الظهر يعني، ولأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، فإنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي وأصحابه، فكان جبريل إماما للنبي صلى الله عليه وسلم إماما للنبي والصحابة، لكن كان النبي رابطة بينهم، كأن النبي كان مبلغ، كان في الصلاة دي مبلغا عن جبريل، لأن النبي يرى جبريل والصحابة ما تشوفوش، النبي يسمع جبريل والصحابة ما تسمعوش، وجاء سيدنا جبريل يعلم النبي مواقيت الصلاة وكيفيتها كما أمره الله لتتم الوساطة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما بجبريل والصحابة مأمومين بالنبي صلى الله عليه وسلم، رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له، ولا يضر في ذلك كونه صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل قطعا، النبي أفضل من سيدنا جبريل قطعا، بالرغم من سيدنا جبريل كان إمامه في الصلاة، خلافا لابن حزم والزمخشري قالوا أن جبريل أفضل من النبي، لكن قطعا النبي أفضل، وذلك كونه صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل قطعا. ليه؟ لأنه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول، يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول، يعني إحنا ممكن الوقت أئمكنا ولست أفضلكم، ممكن يبقى اللي بيصلوا ورايا أفضل مني ألف مرة عند الله وصلاتهم صحيح، يبقى يجوز أن إيه أن الفاضل يأم المفضول والمفضول يأم الفاضل، سيان كلها طالما يتوفر فيه شروط صحة الصلاة. ثم سيدنا عبد الرحمن بن عوف أما النبي في صلاة الفجر في إحدى الغزوات، فهذا لا يدل على أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يبقى أفضل من النبي مثلا، ما ينفعش، والنبي صلى خلفه، فيبقى الحكاية واضحة أن المسلمين عندهم يجوز الفاضل يأتم بالمفضول ويجوز أن المفضول يأتم بالفاضل. خصوصا لضرورة تعلم الكيفية، ولا يضر أيضا
في مشكلة تانية في إمامة سيدنا جبريل، إن إحنا بنشترط الذكورة في الإمامة، لازم الإمام يبقى ذكر، والملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، فما تقدرش تقول سيدنا جبريل ذكر ولا تقول عليه أنثى، الملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة. كويس. وعندنا مشكلة تانية إن الإمام لازم يبقى ذكر، يشترط فيها الذكورة. ولا يضر أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة، لأن شرط الإمام عدم الأنوثة وإن لم تتحقق الذكورة، يعني كفاية أنه مش أنثى فهو ليس بأنثى ولا تتحقق فيه الذكور. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. جاءوا مرتين، كل يوم يجيله في أول وقت الصلاة أول يوم، وتاني يوم يجيله في آخر وقت كل صلاة عشان يقول له ما بين هذين وقت، يوم يعرف أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، وأول وقت العصر وآخر وقت العصر، وهكذا إلى كل الصلوات. فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. حين زالت الشمس يعني بعد زوال الشمس، حين أنا بمعنى بعد، بعد زوال الشمس يعني بعد ميل الشمس في كبد السماء إلى جهة الغرب، بعد ما كانت 90 درجة كده، أول ما مالت تبقى. وكان الفيء قدر الشراك، الفيء اللي هو الظل، قدر الشراك يعني صغير، أصغر ما يكون، زي الشراك ده اللي هو بيربطه بيه النعل، شراك النعل زي اللي احنا نقول عليه دلوقتي رباط الحذاء. كويس. فكان الفيء يعني ظل الشيء أصغر ما يكون، أقصر ما يكون، بس تحول من جهة المغرب إلى جهة المشرق، لأن احنا قلنا أول ما الشمس بتطلع من جهة المشرق تفضل تطلع كده، ويجي ولو حطت انت عصاية كده على الأرض غرزها تلاقي الظل يبقى طويل طويل جهة المغرب، ويقصر كل ما ترتفع الشمس كل ما يقصر 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 لحد ما الشمس تبقى فوق بالظبط، يبقى أكثر ما يكون، بعدين تيجي تميل يروح إيه يحود، أول ما مالت كده جهة الغرب يبتدي يحود الظل جهة المشرق، أول ما يحود كده يبقى ده وقت الظهر ومأذن. كويس. يبقى ده، وبعدين بعد كده يبتدي تنزل الشمس والظل يطول 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 بالعكس بقى، بس جهة الغرب لحد ما تغرب الشمس خالص. يبقى أنت عايز تعرف وقت الظهر دخل ولا لأ وانت رايح بلد كده ما تعرفهاش في الساعة، حط على طول عصاية كده وشوف، وقعد جنبها كده دقيقتين بس، شوف لقيت الظل بتاعها جهة الغرب وكل شوية بيزيد كل شوية بيزيد، يبقى خلاص وقت الظهر دخل. لقيت الظل بتاعها جهة الغرب والظل بتاعها قاعد بيقصر، يبقى الظهر لسه ما ادانش. سهل على طول كده بمجرد النظر، مش محتاجة تقعد كتير، يعني تحط عصاية كده اهو تغرزها وتبص للظل بتاعها، لقيته جهة الغرب يبقى لسه الظهر ما ادانش. واخد بالك؟ طب انت مش عارف غرب من شرق، غلبان خالص، لكن لقيت الظل بيزيد ما بيقصرش، يبقى بيزيد ده جهة الشرق، بينقص لجهة الغرب. سهلة سهلة. يبقى حط كده وانتظر الظل، شوف الظل بس. اول ما هتحطها حط علامة كده، خط على ايه رأس الظل، حط خط على رأس الظل، وبعدين اقعد شوف الظل اسر عن الخط ولا زاد عن الخط. سهلة تقوم تعرف على طول. يبقى دي الحاجات دي بسيطة لازم الواحد يتعلمها، بدل ما يعلمك في الكشافة ازاي تربط مش عارف العقدة ومش عارف ايه، كان حقه يعلمك ازاي موقيت الصلاة احلى، لان دي مهمة لكل مسلم. فبيقول: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء قدر الشراك، والعصر حين كان ظله مثله، اي زائد ظل الزوال، يعني زائد ظل الزوال، ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال الأصلي. فهمت ازاي؟ يعني اذا كانت العصاية اللي انت حطيتها دي ظل الزوال اللي هو اقصر ظل ممكن، اقل ظل ممكن، يفضل يقصر 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 لحد ما يقصرش عن كده، ده اقصر ظل يسموه ظل الزوال. اول ما ظل الزوال ده اقصر ظل يروح محود جهة الشرق اذن للظهر، ويبتدي الظل يطول 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 لحد ما يبقى قد طول العصاية. لو العصاية طولها متر وظل الزوال بتاعها 30 سنتي، يبقى أول ما يبقى متر و30 صلها قوم أذن للعصر، خلص الظهر.
فهمت ازاي؟ يبقى ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال. فهمت بقى المسألة؟ وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين كان ظله مثله، ظله مثله أي زائد ظل الزوال. تكتب فوقيها كده على أساس دي معروفة. والمغرب حين أفطر الصائم، والمغرب صلاه إمتى؟ حين أفطر الصائم. والصائم بيفطر إمتى؟ أول ما الشمس تغيب في الشفق، أول ما تسقط الشمس في الشفق، مش لما يضرب المدفع. افرض المدفع عطلان، افرض ما فيش مدفع أصلا، افرض في بلد ما فيهاش أذان أصلا، مش هتستنى تسمع أذان، لأن أنت في بلد ما بيأذنوش فيها، أو النور مقطوع والأذان بيطلع في الميكروفون والكهرباء مقطوعة. يبقى خلاص أول ما الشمس تغيب في الأفق، تشوف كده الشمس نازلة، أول ما تغيب في الأفق كاملة، تغيب كاملة، قوم افطر على طول، يبقى ده وقت المغرب. ده الأحناف. الأحناف عندهم العصر أوله لما يبقى ظل الشيء مثليه زائد ظل الزوال. فعلى مذهب الأحناف صلاة العصر اللي بنصليها دي لسه ما جاتش على النتيجة. النتيجة هنا على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في العصر، وعلى مذهب الأحناف في العشاء. سهلة؟ والعشاء امتى تصليها؟ حين غاب الشفق. والشفق في الشافعية قالوا هو الأحمر، والأحناف قالوا هو الأبيض، لأن الشمس أول ما بتغيب قرص الشمس يغيب كده في الأفق. رحت أنت اسكندرية وقعدت في البحر كده وشفت الشمس وهي نازلة في البحر؟ أكيد شفتها. أو قعدت في الصحراء وشفت الشمس مرة وهي نازلة كده في الأفق، تلاقي قرص الشمس حواليها هالة حمراء، اسمها الشفق الأحمر، وبعد الهالة الحمراء دي هالة بيضاء، وبعدين تبص بقى ورا خالص تلاقي الظلمة جاية هتكبس. فهمت ازاي؟ يبقى في شفق أحمر وفي شفق أبيض وفي الظلام. غياب الشفق الأحمر ده دخول وقت العشاء عند الشافعية والمالكية والحنابلة. لكن الأحناف قالوا لا، ده لازم الأبيض كمان يغيب. يبقى وقت العشاء عند الأحناف متأخر شوية عن وقت العشاء عند باقي المذاهب. والنتيجة بتاعتنا في العشاء على مذهب الأحناف. كويس. يعني احنا ممكن كنا مرة قاعدين مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي رحمه الله، وبعدين كان عنده مشوار، وصلينا المغرب وادى درس كده، ولسه العشاء فاضل عليها تلت ساعة. قام قال لخادم المسجد قوم بقى أذن لنا يلا العشاء يلا، أصل هو ملكي، أذن لنا العشاء يلا هنصلي، بس مش في الميكروفون، على أساس هو مذهبه إنها دخل وقتها يعني. هو راح أذنوا وصلوا ومشي هو في المشوار بتاعه، وكان يا دوب المؤذن يا دوب يأذن للعشاء على مذهب الأحناف، وهو كان مصلي العشاء بقى إيه وراح مشوار. فالمذاهب المسلمين واسعة، تسع الخلاف ده، ما تعملش يعني مشكلة كبيرة تقول الشيخ عشان عنده مشوار غير أحكام الدين. لا، ما غيرش أحكام الدين، هي أحكام الدين كده، ده هي العشاء دخل وقتها على مذهبه، بس هو كل يوم بيأخرها خروجا من الخلاف، لكن هو ما غيرش أحكام الدين ولا حاجة. خدت بالك؟ بيقول هنا سؤال، يقول الناس إن الدين ينقسم إلى مذاهب، وليكن مذاهب أربعة، محطوطة الهمزة تحت أربعة، هي هتبقى أربعة فوق، أو ما نحطش الهمزة خالص، على إن في الخط ساعات ما تحطش الهمزة تنطق ولا تكتب يعني، إنما تحطها كده تحت بتوجع. ما هو الفرق بين هذه المذاهب؟ وعلى أي مذهب الصحيح لكي يتبعه الناس في الدين؟ ده الحكاية بقى، احنا ايه ده، احنا عايزين نبتدي ده الكلام ده، احنا ابتديناه قبل ما نشرح الكتاب ده، قعدنا فيه 3 جلسات كل جلسة ساعة نعلم الناس ايه فكرة المذاهب وليه الناس اختلفوا. ده الكلام ده بقى من سنتين أول ما بدأنا الكتاب ده في مسجد حراء. المذهب والشرائط موجودة، لكن على أي حال باختصار، المذهب هو فهم الدين عند أحد الأئمة المجتهدين. يعني الدين يفهم بطرق كثيرة. ليه يفهم بطرق كثيرة؟ لأن الدين وسيلة التعرف عليه هي اللغة العربية، مش كده برضو؟ واللغة العربية فيها الألفاظ بتاعتها تحتمل معاني كثيرة، فيها المرادف
اللي هو نفس المعنى ولفظ مختلف، وفيها المشترك اللي هو لفظ واحد وليه أكثر من معنى وحقيقي في كل المعاني، وفي وكل واحدة دي ليها أمثلة بس احنا مش هن وليها، وفي اللفظ يحمل معنى الحقيقة ومعنى المجاز، وفي لفظ يكون مطلق ويراد به الخصوص ويكون عام ويراد به التقييد، مش كده برضو؟ يبقى في اللغة العربية نفسها بتحتمل أمور كثيرة، وإحنا ربنا خطبنا باللغة العربية، وبعدين مش كده وبس، وأحاديث النبي التي فسرت خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فسرتها السنة النبوية، والسنة النبوية أيضا لغة عربية، ففيها نفس الإشكالية دي. حاجة. الحاجة الثانية إن مش كل العلماء المجتهدين وصل لهم كل أقوال النبي في المسألة الواحدة، فكل واحد حاول أن يفهم مراد الله عز وجل من خلال ما وصله من كلام النبي ومن خلال القرآن على ما فهمه طبقا لأحكام اللغة العربية. فهمت بقى إزاي؟ وأنشأ على هذا قاعدة عنده وقواعد عنده أصولية صار بعد ذلك يقيس عليها كل فرع من الفروع، فنسب إليه هذا الاجتهاد فتسمى مذهب الإمام كذا. يبقى مذهب الإمام أبو حنيفة وفهم الإمام أبو حنيفة للنصوص على القواعد اللغة العربية والقواعد الحديثية والقواعد الأصولية. كويس؟ تفهم الإمام أبو حنيفة. مذهب الإمام الشافعي ده فهم الإمام الشافعي على قواعده التي قعدها، وإحنا قلنا أن قواعد الشافعية أساس المذهب أم على خمسة، وقبل كده قلناهم خمس قواعد بجانب بقى إيه فهمه للغة العربية وغير ذلك. ومذهب الإمام مالك كذلك هو فهم الإمام مالك، وليس هو دين الله، دين الله أوسع من فهم إمام مجتهد. واضح؟ دين الله أوسع من هذا كله، لأن المذهب هو ما ذهب إليه فلان في فهمه للنص. كويس؟ طيب وليه احنا بنلجأ للمذاهب الأربعة؟ لأن أجمعت الأمة على صحة فهم هؤلاء الأئمة، وعلى أن هؤلاء الأئمة فهمهم كان له وجهة نظر قوية من حيث اللغة ومن حيث الشرع ومن حيث الدين. أجمعت الأمة على مر العصور أن الأربع مذاهب دول أربع مذاهب وجيهة، وأن قواعدها قواعدها متينة. كويس؟ فأجمعت الأمة على ذلك. فلما أجمعت الأمة على ذلك ما فيش داعي ان انا اقعد بقى افهم فهم جديد واخالف، والا يبقى هفرق حتى الامه، وبدل ما هيبقى مذاهب اربعه وانا مش عاجبني هيبقى مذاهب بعدد فهوم المسلمين، وقد يكون هؤلاء المسلمين لم يصلوا الى درجه الاجتهاد فيفهموا فهم خطا مش كويس. طيب وايه الدليل اننا نتبع المجتهد من القران وما نعتمدش على فهمنا نحن؟ الدليل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أدي الدليله. يبقى أنت لما يجي لك أمر من أمور الدين ترده إلى الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت ترك الأمر للعلماء، لأن علم أمته كيفية الاجتهاد وكيفية القياس وكيفية استنباط الأحكام وقعد القواعد وعلم الأمة، ومات على ذلك صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فصار بعد ذلك أولي الأمر، وأولي الأمر في الآية هم العلماء، وليس كل العلماء يستطيعوا الاستنباط. يبقى العلماء تروح للعلماء، ولو ردوا إلى الرسول وأولي الأمر منهم تروح للعلماء، يقوم العلماء يدلوك على الذين يستنبطونه اللي هم وصلوا درجة الاجتهاد منهم، لأن العلماء هم أعلم بإيه بدرجاتهم المتفاوتة. يقوم العلماء يقول لك لا أنا لم أبلغ درجة الاجتهاد، روح للفلان. فالعلماء لما ردينا الأمور دي لأولي الأمر اللي هم العلماء على مر العصور قالوا لنا إيه؟ قالوا لنا روحوا للإمام الشافعي لفهمه، روحوا للإمام مالك لفهمه، روحوا للإمام أبو حنيفة لفهمه، أو روحوا لفهم الإمام أحمد بن حنبل. اجمعت الأمة على هذه المذاهب الأربعة. طب ليه؟ مع إن مش هي دي الوحيدة اللي هي مذاهب المسلمين اللي استقرت، ده كانوا المجتهدين عددهم أكبر كثير. ليه؟ لأنها دونت تدوين صحيح عن أصحابها بأسانيد صحيحة وخدمت في التدوين، فتستطيع أنك أنت تتأكد وتحلف أن الإمام الشافعي رأيه في الفرع ده كذا. بقية المذاهب لم تخدم هذه الخدمة، يعني لم تدون هذا التدوين الدقيق. يعني مذهب الإمام الأوزاعي لم يدون تدوينا دقيقا بالرغم أنه كان مجتهد في عصره. مذهب الإمام الطبراني كان مجتهدا ولم يدون تدوينا دقيقا. مذهب سفيان الثوري لم يدون تدوينا دقيقا. بل انت بتعرف رأي المذاهب التانية في كتب الفقه المقارن، واخد بالك ازاي، نقلا عن اصحاب المذهب اللي هما بينقلوها لك. طب وفين اللي تمذهبوا بهذا المذهب؟ هل دونوا هذا الكلام؟
هل دونوا قواعد الإمام في استدلاله بهذه الفرع؟ لم يدونوا، وبالتالي الأمة قالت إحنا نتبع المذاهب الأربعة لأنها دونت تدوين دقيق، وأنها منسوبة لأصحابها نسبة صحيحة غير متأولة وغير ضعيفة، بحيث أنك تقدر تحلف أن ده رأي الإمام مالك في المسألة بأدلة كثيرة من حيث الثبوت، واستقر الأمر على تعليم الناس الدين على هذه الفهوم الأربعة. وفيما استجد من أحداث بعد ذلك ننظر إلى قواعدهم التي قعدوها، ثم بعد ذلك نقيس على قواعدهم ونستنتج بعد ذلك فيما استجد من أحداث. أدي الأمر، فالحكاية سهلة. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده احنا بندرس فهم الإمام الشافعي لقواعد لهذا الدين، فهم الإمام الشافعي كما نقلوه الأئمة عن الإمام الشافعي نفسه وعن الأئمة المجتهدين في المذهب، عشان نتعبد الله على مذهب واحد. ولا إنك لو اتعلمت كل حاجة كل المذاهب في فرع واحد تقضي عمرك كله وما تعرفش تعمل حاجة، واخد بالك؟ فلازم بقى في الحالة دي تتعلم رأي واحد في المسألة الواحدة، وتعذر من يفعل خلافه عشان تعرف ان في فهوم اخرى ولهم ادلة اخرى. يبقى بتتعلم بلا تعصب، تتعلم مذهب وما تتعصبش ليه، لان الامة اوسع من مذهب من فهم شيخك واوسع من فهم امامك. فهمت بقى المسألة باختصار؟ خلينا هنا في وقت الظهر. ايوه. لا هيبقى متأخر أوي، أصل في العشاء إحنا عندنا تأخير العشاء أفضل على كل المذاهب، لكن تأخير العصر مكروه عن أول وقته على كل المذاهب، وعلشان كده في العصر قدمناه عشان ناخد العصر في أوله، كويس؟ إنما في العشاء رجعنا لوقت الأحناف. ليه؟ لأنه يوافق الأفضل على كل المذاهب وهو تأخير العشاء، واخد بالك؟ والله أعلم. وكان هنا والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، اللي هو الأحمر يعني عندنا، والأبيض عند الأحناف، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. لما بيطلع الفجر المستعرض ده اللي هو عرضه في السماء يديلك ضوء كده عند وقت الفجر وبعدين يختفي، هو ده وقت حرمة الأكل للصائم، يبقى هو ده وقت صلاة الفجر في أوله. فلما كان الغد اليوم التالي جاء بقى سيدنا جبريل يصلي في آخر وقت كل صلاة عشان يعرف المسلمين كيف وقت الصلاة يمتد منين لفين لكل صلاة. فلما كان الغد صلى بالظهر يعني بالنبي حين كان ظله مثله، يعني كأنه بدأ صلاة الظهر قبل أن يكون ظل الشيء مثله فانتهى بها حتى صار ظل الشيء مثله. فهمها الإمام الشافعي كده، فهمت؟ بخلاف الملكية، الملكية فهموها فهم تاني عشان تعرف إن النص واحد أهو، يجي الإمام يفهمه فهم وإمام تاني يفهمه فهم تاني. الملكية قالوا إن في وقت مشترك بين الظهر والعصر قدر 4 ركعات عندما يكون ظل الشيء مثله، قدر وقت مشترك يعني متداخل بين الظهر والعصر حين كان ظل الشيء مثله، ده وقت مشترك، بحيث لو صلى الظهر فيها تيجي أداء ولو صلى العصر فيها تيجي أداء، ده وقت مشترك بينهم، كويس؟ ده الملكية. الشافعية قال لا، الإمام الشافعي قال لا، ده ما يقصدش كده. حين كان ظل الشيء مثله أي انتهى من الصلاة حين كان ظل الشيء مثله، يعني بدأ قبل أن يكون مثله بقدر 4 ركعات، فلما انتهى وسلم دخل وقت العصر فأذن وصلى العصر. فهمت بقى ازاي؟ ده كلام الشافعي، واستدل برواية في صحيح مسلم، واخد بالك ازاي؟ في رواية في صحيح مسلم توضح الأمر، هيجي لك بعد كده. يبقى فهمت بقى ان الفهوم تختلف مع ان النص واحد، الفهوم تختلف مع ان النص واحد. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله والعصر حين كان ظله مثليه. يبقى شوف بقى تاني يوم، شفت بقى ردا على الأحناف اللي خلوا العصر أول وقته حين ظله مثلي، ده كان آخر وقته أهو سيدنا جبريل لما جاء تاني يوم صلى حين كان ظل العصر مثليه، دل على أن سيدنا جبريل بين وقت الاختيار ولم يبين وقت الكراهة ولا وقت التحريم اللي هو عند الغروب، وبين وقت الاختيار. يبقى وقت الاختيار في العصر أن تصليه حين يكون ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال طبعا، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه زائد ظل الزوال برضه، يبقى اسمه وقت اختيار للعصر، وقت فضيلة،
فهمت ازاي؟ بعد كده يبقى نخش في وقت الكراهة. فهمت بقى ليه ما خدناش بوقت الأحناف في النتيجة؟ عشان كنا هنخش في وقت الكراهة. يبقى آخر وقت في العصر عندنا في فضيلته أو وقت اختياره بلا كراهة أن يكون ظل الشيء مثليه. واضح؟ تقريبا في الساعة يعني قبل ما الشمس تصفر، الشمس قبل ما تغرب بتصفر، يعني يشحب صوت لونها يشحب عشان قربت تموت. ما هو الواحد قبل ما يموت وشه بيصفر كده ويبقى شاحب، لأن الشمس كده بتفكرك بعمرك كله، تتولد تقوى تقوى تدريجيا لحد ما تبقى في الشباب، وبعدين تبتدي في الكهولة تضعف 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 لحد ما تبقى في الشيخوخة، وبعدين تروح ميت، فبتفكرك بعمرك كله كل يوم. فيبقى ايه، بتبتدي الشمس تصفر كده بعد ما بقى ظل الشيء مثليه، دليل ضعفك برضو وقت العصر ضعف. الحقه بقى قبل ما يموت، الحق العصر احسن، ضعف خالص ودينك هيضعف معاه، واخد بالك؟ لحد ما تغرب ما تصليش، دينك مات معاه، خدت بالك؟ حافظ على دينك قبل ما يموت. فهمت ازاي؟ والمغرب حين افطر الصائم، يبقى جاله في المغرب في اليومين المتتاليين في نفس الوقت، دل على ان المغرب وقتها مضيق، يبقى المغرب ما فيش براح بينه. فهمت ازاي؟ هي نفس الوقت في المرتين حين تغرب الشمس. والعشاء جاله امتى؟ الى ثلث الليل. ثلث الليل يعني تحسب من المغرب للفجر كم ساعة واقسم على ثلاثة وضفها على صلاة المغرب، يجي لك تلت الليل. يبقى احنا دلوقتي مثلا المغرب على خمسة والفجر على خمسة، يبقى 12 ساعة على ثلاثة يبقى 4 ساعات، يبقى حط كده 4 زائد 5 كام؟ 9. يبقى آخر ثلث الليل يبقى الساعة 9، يبقى ادي معنى إلى ثلث الليل. فهمت ازاي تحسبها؟ سهلة خالص. 9 ثلث الليل 9، وفي رواية عندنا نصف الليل، يبقى تحط 6 6 و5 11، يبقى منتصف الليل بالنسبة للعشاء هنا الساعة 11، مش منتصف الليل في ساعة جرينتش. جرينتش منتصف الليل 12، لكن منتصف الليل عند المسلمين بتحسب من المغرب للفجر كم ساعة واقسم على 2 وضيفهم على غروب الشمس، يطلع لك نصف الليل، لأن الليل ساعات يقصر عن 12 ساعة. فهمت المسألة؟ وساعات يعني هو الوقت أطول ما يكون. والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأصفر. ولما جاله تاني يوم في الفجر، أول يوم جاله في الفجر مع الظلمة في أول الأذان صلى الفجر، تاني يوم جاله مع الإصفار لما الدنيا شقشقت لكن الشمس لسه ما طلعتش، النهار نور لكن الشمس لسه ما طلعتش، ده اسمه الإصفار. كويس؟ وده وقت الفضيلة عند الأحناف، عندهم يحبوا يصلوا الفجر في الوقت ده الأحناف. أنا لما رحت باكستان كنا متعودين احنا نصلي الفجر بعد الأذان بثلث ساعة، أروح أقعد في الجامع إني أقيم الصلاة، ما بيقيموش ساعة إلا ربع، الدنيا نورت فين؟ بصيت لقيت الراجل دخل راح أقام الصلاة بقى أول ما الدنيا نورت، قلت عشان أحناف بقى، سكت بقى وقمنا صلينا. وقدموني لما شافوني شكلي عربي كده قدموني، جزاهم الله خير، بيعتبروا يعني العرب دول هم بقى يعني، وبعدين بياخدوا مقلب. للأسف العرب دلوقتي مقصرين، والله ربنا ينجينا. لكن هم يصلوا مع شقشقة النور كده، ما يصلوش بدري زينا في الضلمة، دي طريقتهم، لأن هناك الباكستان وأفغانستان والبلاد دي أحناف بس، ما يعرفوش إلا المذهب الحنفي. يعني لما تيجي تعمل معاهم حاجة شافعية يستعجبوا قوي كأن دين جديد. كنت اما اصلي مثلا ركعتين قبل المغرب، يا ايه ده، يتفرجوا عليا كاني جاي من متحف. الشافعيه يصلوها، هم ما يصلوهاش ما يعرفوهاش. كنت اما نيجي نسافر ومعايا السواق باكستاني، اجي اجمع الظهر مع العصر واقصر، يا يستعجب او يصلي معايا قصر، لكن ما يجمعش ابدا. عندهم الجمع في منى وعرفات بس، في الحج بس، ما عندهمش جمع في السفر. يوم يستعجب قوي ان انا ازاي اصلي العصر في غير وقتي، وازاي يبص لي كده كان انا جاي له من كوكب اخر. اقول له الشافعيه، يقول لي يعني ايه الشافعيه؟ هو فاهم انها راي واحد، ان الدين كده راي واحد، لانه نشا على كده. لكن اما بتبقى انت عارف بتفهمه بعد كده، وما بتفهمه بيفهم. تقول له ده في خلاف ومش عارف، تمشي الامور. يبقى عندهم بيصلوا عند الاصفار. يبقى انت لما تروح بلد زي دي وتلاقيهم بيعملوا كده وانت راجل قاري الحاجات دي، ما تعملش مشاكل.
ما تروحش بقى تعمل مشاكل وتتخانق مع الناس هناك وتلخبطهم. فهمت المسألة؟ تبقى سهلة. حتى أنا لما صليت بيهم في الفجر ما رضيتش أقنط، مع إن الشافعية يقنط، يعني يدعو كده، نقول اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت، الشافعية كده، بل يسجدوا للسهو لو ما قنطوش الشافعية. لكن أنا قلت دول أحناف بقى وهتأسى بالإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما راح العراق وصلى في مسجد أبو حنيفة، الإمام أبي حنيفة، فلم يقنط في صلاة الفجر بالناس، فقالوا يا إمام أنت تقول بالقنوط، قال احتراما لهذا الإمام، واخد بالك؟ ده الإمام الشافعي. فأنا قلت خلاص أنا شافعي وهتأسى بالإمام الشافعي، أدام حائم ملك حنفة نقوم إيه ما نقنطش عشان ما نعملش مشاكل، نيجي بعد الصلاة يقول لي اللي بتعمله ده، هم عندهم القنوط في الوتر بس، ما يعرفوش القنوط داخل الصلاة الفريضة، ما يعرفوش. فهمت المسافة؟ ما فيش داعي إنك أنت تعمل اللي يلخبط الناس. لا، يبقى بقى دخل في وقت الأداء بس مش الفضيلة، وقت الأداء برضو بس مش الفضيلة، ويبقى قضاء لما يدن الفجر، لكن يبقى دخل بقى في وقت إيه، كراهة، تزداد الكراهة إلى وقت الحرمة، يعني يحرم تأخيرها أكتر لحد قبل ما الفجر ما يطلع، إلى وقت القضاء بعد كده لو أذن الفجر، واخد بالك؟ يمشي جدا برضو. وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين، والوقت ما بين هذين. خد بالك ان الأنبياء السابقين ما كانوش بيصلوا الخمس صلوات، ده كان كل نبي ليه صلاة من الصلوات دي بيصليها في الوقت ده، وبعدين ربنا جمع كل صلوات الأنبياء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له، واخد بالك، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فربنا جمع في أمة النبي ما تفرق في كل الأمم، لأنها هي الأمة المختارة، الأمة اللي هي شهداء على الناس، فهتيجي أنت شهيد على كل الناس. يا بختك، يا بختك بالنبي اللي يتبع النبي ده، يبقى خلاص بقى. سيدنا موسى بن عمران قال اجعلني من أمة أحمد، مش كده برضو؟ فيا بختك، من غير ما تطلب ادهالك، من غير طلب، من رحمتي. والوقت ما بين هذين الوقتين، رواه أبو داود. أبو داود في سننه روى هذا الحديث، اللي هو حديث صلاة سيدنا جبريل بالنبي في أول وقت كل صلاة وفي آخر وقت كل صلاة. وظاهر الحديث اشتراك الظهر مع العصر في قدر 4 ركعات، ده ظاهر الحديث كده اللي خد به الملكية. وأوله الشافعي بأن قوله والعصر حين صار ظله مثله معناه شرع فيها عقب هذا الحين، يعني شرع في العصر بعد ما بقى ظل الشيء إيه؟ مثل. وقوله في المرة الثانية صلى بي الظهر حين كان ظله مثله معناه فرغ منها حينئذ، ده تأويل الإمام الشافعي عشان ما يبقاش تدخلت الوقتين. وأراد الشافعي بذلك نفي الاشتراك بينهما في الوقت الذي قال به الإمام مالك، ويدل لما قاله الشافعي خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. فرواية مسلم دي كلمة ما لم يحضر العصر خلى الإمام الشافعي يؤولها بالطريقة دي، يفهمها بالطريقة دي. أما بيقول إيه الظهر أي صلاته، الشارح قال إيه أي صلاته، المصنف قال الظهر وهيتكلم على وقته، في الشارح اللي هو ابن قاسم الغزي قفل القوس وقال إيه أي صلاته. بيقول لك لا حاجة لتقدير هذا المضاف إلا لو كان المراد بالظهر الوقت، مع أن المراد به الصلاة، بدليل قوله سميت بذلك، هو قال بعد كده الظهر وقال سميت بذلك، يقصد الصلاة. لو كان الوقت يقول سمي بذلك، لأن الوقت مذكر والصلاة مؤنث، فلما يقول الظهر سميت بذلك يقصد الصلاة بالتأنيث اللي هو قاله، بدليل قوله سميت بذلك إلى آخره، فيلزم عليه إضافة الشيء لنفسه كده. ما يقول الظهر يعني صلاة الظهر أي صلاة، وكأنه ضاف الشيء لنفسه، فبلا داعي بقى، ملاش لازمة يعني. فلا حاجة لهذا التفسير، بل هو مضر، إلا أن يجاب بأنه تفسير للإيضاح. فممكن تجاوب تقول لا، يمكن هو قصده يوضح، والمفسر قصده الإيضاح، والإضافة فيه للبيان، أي صلاة هي هو، صلاة هي هو وقت الظهر، أي صلاة الظهر هي وقت الظهر. فهمت إزاي؟ هي هو،
صلاة هي، يعني هي صلاة هو وقتها. فهمت المعنى؟ هي هو. طيب، وذكر الضمير وأنثه فيما بعده إشارة إلى جواز التذكير والتأنيث. يبقى لو ذكر الضمير يقصد الوقت لأنه مذكر، ولو أنث يقصد الصلاة لأنها مؤنثة. قال النووي: سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار. غرضه بذلك بيان حكمة تسميته بالظهر. ليه سميت الظهر؟ أي الظهر بمعنى الصلاة، وقوله بذلك أي بلفظ الظهر، وقول لأنها ظاهرة وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام كما مر، وقيل لأنها تفعل وقت الظهيرة، ولا مانع من مراعاة جميع ذلك. إني سميت الظهر عشان كل الأسباب دي، مفيش مانع. وأول وقتها أي ميل الشمس، وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء. وأول وقتها إنما بدأ بذكر المواقيت، مش بذكر كيفية الصلاة، بدأ بذكر المواقيت، لأن الأكثرين يعني أكثر المصنفين صدروا بها كتبهم تبعا للإمام الشافعي. هنا الوقت دول شافعي، الإمام الشافعي لما بدأ يتكلم على الصلاة بدأ بمواقيت الصلاة، ودول شافعية فاتبعوا طريقة إمامهم. فإنهم، وده كلام برضو منطقي، إن قبل ما تعرف كيف تصلي اعرف متى تصلي، وقت الصلاة اعرفه الأول، بعد ما عرفت وقتها تقول لي طب إزاي أصلي بقى، تقوم تبتدي بالترتيب المنطقي كده. وإنما فعلوا ذلك لأنها أهم، إذ بدخولها تجب الصلاة، يعني وقت الصلاة هو اللي بيوجب دخولها، بيوجب إيه الصلاة، وبخروجها يفوت أداؤها. والأصل فيها يعني الدليل فيها حديث أمني جبريل السابق، اللي هو مواقيت الصلاة يعني دليلها هو حديث أمني جبريل السابق، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أراد بالتسبيح اللي هي الصلاة حين تمسون في قول ابن عباس صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. كويس، على هذا التفسير يبقى جاب لك الصلوات الخمس في هذه الآية. وبعضهم عكس ما قاله ابن عباس في قوله حين تمسون وقوله عشيا، فقال المراد بالتسبيح حين تمسون صلاة العصر، وعشيا صلاة المغرب والعشاء. وعلى كل ففي الآية إجمال لأنها لم تبين مقدار الأوقات، لكنها مقدار الأوقات مبينة بالسنة. واضح؟ لأن في حاجة اسمها المجمل والمبين. المجمل اللي هو إيه؟ ما غاب معناه تفصيلا، والمبين ما ظهر معناه تفصيل. ربنا قال لك وآتوا الزكاة، طب الزكاة أديها إمتى؟ وقدرها قد إيه؟ ومن أي مال؟ كويس؟ في كذا سؤال أهو مش جاية في الآيات. فيبقى آتوا الزكاة مجمل، مجمل لأنه معناه غير واضح. تأتي السنة تبينه، تقوم تبين لك إزاي إيه تأتي الزكاة. قال لك وأقيموا الصلاة، طب إزاي؟ تأتي السنة تبين، يبقى أقيموا الصلاة مجمل والسنة مبينة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو البيان. زوال، أما بيقول لك وأول وقتها زوال أي ميل الشمس، قوله زوال أي عقب وقت زوال، أي عقب وقت زوال، فهو على تقدير مضافين، لأن الزوال معناه الميل، الميل كما فسره الشارح، فلا يصح أن يكون أول الوقت، ولا يصح أن يكون وقته أيضا أول الوقت، لأن وقت الظهر إنما يدخل بالزوال، فلا بد أن يتقدم وقت الزوال على وقت الظهر، لأنه لا بد من تقدم السبب على المسبب. ده كلام واضح منطقي. ففي عبارة المصنف مسامحة وعبارة المنهج، المنهج ده لزكريا الأنصاري شرح المنهاج، منهاج الإمام النووي، لخصه وشرحه في كتاب سماه المنهج للشيخ زكريا الأنصاري. يبقى المنهاج بتاع الإمام النووي شرحه ولخصه زكريا الأنصاري في كتاب سماه المنهج. ففي المنهج قال إيه؟ وقت ظهر بين زوال ومصير ظل الشيء مثله، وهي أولى في العبارة في الوضوح، قال بين الزوال وبين مصير الشيء مثله،
يبقى خلى ان ايه ما بعد الزوال بلحظة يعني، وهي اولى من عبارة المصنف، لكن قوله ومصير اي زيادة مصير، لان وقت مصير ظل الشيء مثله من وقت الظهر، واما وقت الزيادة اللي هو ما زاد عنه فهو من وقت العصر على الصحيح. ولذلك قال فيما سيأتي والعصر وأول وقتها الزيادة، الزيادة على أن يكون ظل الشيء مثله، الزيادة إنما أول ما يبقى مثله بالضبط ما زال في آخر وقت الظهر، زاد بقى دخلنا في وقت العصر. كويس. أي ميل الشمس، ده تعريف الزوال اللي هو ميل الشمس. تفسير للزوال، الشمس بتيجي كده تبقى في كبد السماء يعني رأسية عمودية، أول ما تميل جهة الغرب أول درجة هو ده وقت الظهر، ده معنى الزوال، الميل، الميل ده لو عندك منقلة في عندك 90 درجة، بعد 90 ما زاد عن 90، واخد بالك، يبقى هو ده أول وقت الظهر، قبل كده ما كانش حاجة. وقت الزوال نفسه، وقت الزوال نفسه مكروه الصلاة فيه إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة وإلا في الأماكن الشريفة والأوقات الشريفة. وقت الزوال نفسه هو وقت قبل الظهر بتلت ساعة تقريبا، قبل أذان الظهر بتلت ساعة تقريبا، ده وقت مكروه في الصلاة، اللي هو وقت الزوال نفسه اللي هو إيه، أول بعد كده ما تميل دخل وقت الظهر، زال وقت الكراهة وأذن وقوم صلي الظهر. أيوه لما يبقى ظل الشيء أدنى ظل ممكن، واخد بالك، وهيكون إيه قرب يتحود لجهة الشرق الظل نفسه. لا ده بيختلف، هيجي الوقت الإمام السيوطي عملها بتختلف حسب شهور السنة القبطية، لأن الأرض أولا مدحية يعني عاملة كده، وبعدين بتلف حوالين الشمس حسب شهور السنة، فممكن تبقى رأي الشمس عمودية كده لكن الأرض عاملة كده في اللحظة دي، وتبقى عمودية كده فيبقى الظل أطول مما تتصور، وبعدين قد تيجي الشمس تبقى عمودية كده والأرض اتعدلت كده وبتلف فتبقى كده عمودية خالص، وكده ممكن تبقى كده فيبقى أقصر ما يمكن. فهمت المسألة؟ وبالتالي بتختلف لأن الأرض بتدور والشمس بتدور وبتختلف في الفصول، وبالتالي ظل الزوال يختلف حسب المواقيت، حسب إيه يعني شهور السنة، ملوش حد ثابت، واضح؟ يعني ملوش مقاس ثابت في كل يوم، لا يختلف، هيجي لك الوقت. أي ميل الشمس هو تفسير للزوال. والشمس عند المتقدمين اللي هم علماء الفلك زمان قبل الإمام البيجوري يعني، من أرباب علم الهيئة، يسموه علم الفلك والحساب الفلكي يسموهم علم الهيئة، في السماء الرابعة، كانوا بيعتبروا أن الشمس دي في السماء الرابعة، على أساس أن فيه مدارات، كل مدار بيمر بيدور فيه كوكب من كواكب، فالشمس دي في المدار الرابع بالنسبة للأرض، فطالما في المدار الرابع بالنسبة للأرض يبقى كل مدار سماء، اعتبروها كده علماء الهيئة الأوائل، فاعتبروها في السماء الرابعة. وهو الراجح كما يقتضي قول بعضهم في ترتيب الكواكب، زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت اللي الزهرة لعطارد الأقمار، فحطناها في الرابع هنا. وهذه هي السبع السيارة. وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة، نتكلم بقى احنا بقى المتأخرين بقى على المتأخرين، نقول ان الشمس في السماء الدنيا وليست في السماء الرابعة، لان ربك بيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فربنا جعل السماء الدنيا مزينة بمصابيح، يفهم بمفهوم المخالفة أن السماوات الأخرى الثانية والثالثة لا مصابيح فيها فلا نجوم ولا مدارات، يفهم بيها كده، فيبقى طول ما في مجرات بتلف ما زلت في السماء الدنيا مهما تعددت المجرات بقى، ملايين ملايين المجرات كل دي سماء دنيا. ليه؟ لأنها بالنسبة لكواكبها مصابيح، وربنا قال ولقد زينا السماء الدنيا، فيبقى ما زلنا في السماء الدنيا ولم نخترق أصلا السماء الإيه الثانية الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة بسرعة الضوء لحد ما توصل للسماء الدنيا، وبعدين السماء الدنيا سمكها نفسه 500 سنة تانية ضوئية، وبعد كده
تخش في الفراغ اللي بين السماء الأولى والسماء الثانية 500 سنة تانية، وبعدين سمك السماء الثانية 500 سنة وهكذا. يبقى المسافة بين سمك كل سماء 500 سنة والفراغ بين كل سماء وأخرى 500 سنة ضوئية بسرعة الضوء، يفضل الضوء مسافر بسرعة. يبقى أنت اللي بتشوفه، الأنوار اللي بتشوفها للكواكب دي، ده الماضي بتاع الكوكب مش حاضر الكوكب. ده أنت بتشوف النور اللي اتبعت منه منذ سنوات، يا دوب وصل لعينك الوقت. لكن الكوكب الوقت فين؟ قد لا تجده في هذا المكان، قد يكون انتقل وراح 100 حتة، وقد يكون اختفى، وقد يكون انفجر، قد يكون اتحد بكوكب آخر، ما تعرفش. فأنت بتشوف ماضي الأكوان ولا ترى الكون نفسه في واقع الأمر. الذي يعلمه في واقع الأمر هو ربك. ليه؟ بسبب المسافات الشاسعة، فالضوء يفضل مسافر سنين على ما يوصل لعينك. لك أن تتصور أن ضوء الشمس بيجي على ما يوصل عينك يقعد 8 دقائق مسافر، 8 دقائق مسافر، 8 دقائق إيه؟ 8 دقائق ضوئية. يعني المسافة بينك وبين الشمس، مش مجرد بصيت كده شفت ضوء الشمس معناه لسه جاي من الشمس، لا، ده جاي بقاله 8 دقائق مسافر على ما وصل ليك في 8 دقايق. يبقى الشمس دي قريبة خالص، لأن في بعد كده كواكب تانية تلاقي بينك وبينها يعني سنوات ضوئية كثيرة. واللي يعرفوا كده علماء الفلك، فسبحانه وتعالى الذي قال إيه؟ وإنا لموسعون، مش كده؟ قال لك وإنا لموسعون، يعني الكون في اتساع باستمرار. برضو الأراضين السبع قالوا هل هي الأرض بتاعتنا دي بطبقاتها؟ فعلماء الجيولوجيا قالوا دي طبقات سبعة، كويس، ولا هي الأراضين السبع كواكب سبع زي الأرض لكن بتتفاوت؟ الله أعلم، الله أعلم. ورسوله الوهابية يقول لك لا، قول الله أعلم بس، رسوله مات، مات، انتقل إلى حياة البرزخ وما زال أعلم. حاجة غريبة أوي. النبي أي واحد، مش النبي وبس، لما بيتنقل في الموت بيتنقل لحياة أخرى، مش بيبقى عدم، ده بيتنقل لحياة أخرى اسمها حياة البرزخ. لا يقول لك النبي مات، ده انتقل إلى حياة أخرى. يعني هو مات بقى عدم ولا ما زال حيا؟ والله سمعت وهابية يقولوا كده، يقول لك ما تقولش الله ورسوله أعلم في حال حياته بس، إنما الوقت مات يخص. طب هو مات مش برضو رسول الله هو، ولا هو كان رسول الله؟ درجة بعضهم بيقول لك حقنا في الأذان نقول أشهد أن محمدا كان رسول الله. قابلت واحد في العراق قال لي كده في بغداد، وهابي بغدادي. آه والله، منذ 5 سنوات كنت سافرت بغداد في مؤتمر لجمعية الجراحين العراقية قبل الغزو الأمريكي بسنة ونصف كده تقريبا، وربنا كرمنا هناك الحمد لله، زرنا الناس الطيبين اللي هناك كلهم. فقابلت واحد وهابي، الوهابية دول ورايا خبطت فيه كده، عراقي بغدادي، فبيقول لي حقنا نقول أشهد أن محمدا كان رسول الله. بقول له ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ قال لي أصله مات بقى خلاص. الله، طب هو ده ما زال هو رسول الله حتى قبل أن يولد. الله، ده مكتوب على ساق العرش قبل أن ينفخ الروح في سيدنا آدم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا كاتب كان رسول، سيكون رسول الله؟ حاجة غريبة والله، حاجة غريبة. الجماعة الوهابية دول ربنا ينجيك منهم وينجيهم من أنفسهم ومن فهمهم الخاطئ. يلا، ربنا ينجينا. لا لا لا، سني وهابي، بيصلي في مساجد السنة، مش شيعي. الشيعة ما يقولوش كده لعلمك خالص، ده الشيعة في النواحي دي بقى يعني حلوين، في النواحي دي محبين لأهل البيت، بس هم وحشين إن بلغوا وخلاهم معصومين. لكن أهل السنة معتدلين، حبوا أهل البيت وفي نفس الوقت ما قالوش عليهم معصومين، فأخذوا الحلو في كل إيه؟ في كل طائفة، فهم الوسط، خير الأمور الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم، قال لك الشمس أفضل ولا القمر؟ قال وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها. موافقين؟ لكثرة نفعها. والشمس قدر الدنيا 4 مرات من حيث الحجم يعني، والقمر قدر الدنيا مرة واحدة. والحكمة في كون الشمس لا تزيد ولا تنقص، الشمس باستمرار كل يوم مدورة كده، لكن القمر كل شوية يبقى هلال ونص وربع، وبعدين بعد كده يجي يبقى
قمر كامل ويرجع ينقص تاني، لكن الشمس كل يوم تطلع قرص كامل كده لا تزيد ولا تنقص، مش كده؟ فبيقول والحكمة في كون الشمس لا تزيد ولا تنقص كون وكون القمر يزيد وينقص أن الشمس قبل طلوعها تؤمر بالسجود كل ليلة فلا تزيد ولا تنقص بسبب بركة سجودها، واخد بالك؟ والقمر يؤمر بالسجود ليلة 14 بس، وعلشان كده يكمل ليلة 14 ويفضل يكمل انتظارا وشوقا لليلة 14، وبعد ما يسجد ليلة 14 يكمل ينقص حزنا على ابتعاده عن السجود. فهمت بقى المسألة؟ ده يعني الحكمة، والله أعلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث ورواها الترمذي وابن ماجه أن الشمس تسجد تحت عرش الرحمن حين تغرب وقبل أن تشرق، واخد بالك؟ فقالوا ففهموها من هنا. فيزداد في أول الشهر فرحا لذلك إلى 14 ليلة ثم ينقص لآخر الشهر حزنا على ذلك. زوال الشمس عن وسط السماء متعلق بزوال أي ميل، لا بالنظر لنفس الأمر، ليس في واقع الأمر، لأن في حاجة اسمها إيه؟ في الواقع وفي نفس الأمر، لازم تميز بينهم، الواقع ونفس الأمر، الواقع غير نفس الأمر. الواقع هو ما يظهر لنا، ونفس الأمر هو علم الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك مثال في رمضان لما تيجي تشوف الهلال، إذا غم عليكم فأتموا عدة الشهر 30، مش كده برضو؟ فيبقى هنا الواقع بالنسبة لنا شعبان 30 يوم، لكن قد يكون في نفس الأمر الهلال موجود وإحنا ما شفناهوش، ويبقى في نفس الأمر رمضان موجود لكن إحنا ما شفناهوش. ربنا تعبدنا بالواقع ولم يتعبدنا بنفس الأمر، سهلة؟ ربنا تعبدنا بالواقع ولم يتعبدنا بنفس الأمر. يعني أنا هقول لك حاجة، أنت وأنت بتتبول لو جبت ميكروسكوب هتشوف رذاذ بول جاي على جسمك بالميكروسكوب، فأنت في نفس الأمر عليك نجاسة، لكن طالما لا يدركها الطرف يعني عينك ما تشوفهاش تبقى أنت في الواقع طاهر وفي نفس الأمر متنجس، وربنا تعبدك بالواقع مش بنفس الأمر، فمش هيؤاخذك على الرذاذ المتطاير الذي لا تدركه عينك، بالرغم لو جبت ميكروسكوب تلاقي بقعة البول قد كده على هدومك وانت مش واخد بالك. ففهمت الفرق بين الواقع ونفس الأمر؟ يبقى نفس الأمر هو علم الله، والواقع هو ما يظهر لك أنت أيها المكلف. فهمت الفرق بينهما؟ تعبدنا الله بالواقع ولم يتعبدنا بنفس الأمر، سهلا؟ علشان كده بيقول لك هي الزوال هي ميل الشمس عن وسط السماء، أي بزوال أي ميل، لا بالنظر لنفس الأمر، يعني ليست في علم الله، قد تكون في علم الله زالت قبل ما أشوفها أنا، لأن أنا بقول لك أنا بشوفها بعد 8 دقائق، ده أنا بشوفها بعد 8 دقائق، يعني هي تكون زالت قبل ما أشوفها أنا بـ8 دقائق في علم الله في نفس الأمر، لكن أنا متعبد بإيه؟ بالواقع. فهمت ادي كلام الشيخ؟ شوف دقة الفقهاء بقى. لأحسن يجي واحد يقول لك ايه ده الشمس زالت منذ 8 دقائق، لان لازم نحسب الضوء انبعث منها بقاله 8 دقائق، ما اصل يجي لك واحد كده مهفوف في اخر الزمن هفة تجيله ويكون هذا المهفوف غالبا صحفي، واخد بالك؟ يروح كاتب لك كده في الصحيفة ان انا يعني اتضح لي امر خطير ان المسلمين بيصلوا متأخرين عن الميعاد بثمان دقائق، ده الشمس بتكون غربت من 8 دقائق قبل ما تغرب، لأن على ما بيوصل ضوءها لينا بيقعد 8 دقائق مسافر، يبقى افطروا يا جماعة قبل 8 دقائق من المغرب، وصلوا الظهر قبل 8 دقائق من الأذان، مش يطلع لنا كده؟ نقوم احنا نرد عليه، نقول له تعبدنا الله بالواقع لا بنفس الأمر، شفت الفرق ده مهم ازاي؟ تقوم ترد عليه على طول، وتقول له حديث إذا غم عليكم فأتم عدة الشهر 30، يعني مش متعبدين اننا نخترق ونركب سفينة فضاء نخترق السحاب ونشوف الهلال ظاهر ولا لا، مش متعبدين بدي.
لا، الأجهزة الفلكية بيفهموا الفقهاء علماء الفلك يوم يرصدها في الواقع لا في نفس الأمر. واضح؟ عشان كده يقول لك ده مرصد إسلامي. يعني إيه مرصد إسلامي؟ يعني بيرصد الهلال في الواقع لا في نفس الأمر. يقوم يقول لك إن رمضان دخل، لأن أنت عرفت القاعدة إن ربنا تعبدنا بالواقع لا بنفس الأمر، فقيدت تفكيره. فابتدى بهذا القيد، ابتدى يعرف لك مواقيت الصلاة، ابتدى يعرفك دخول الشهور العربية وهكذا، فهمت طريقة الرد؟ فيبقى دراسة مثل هذه الكتب مهمة، علشان لما يطلع لك أي واحد مهفوف في آخر الزمان تعرف ترد عليه. إنما ما تعرف كتاب مختصر مواقيت الصلاة وتجري، يوم يجي لك أي واحد مهفوف من دول ما تعرفش ترد عليه. شفت بقى المشكلة؟ وعلشان كده يجب على المسلمين اللي هم كبروا شوية، كل ما تكبر اقرأ بعمق أكتر، كل ما تكبر اقرأ بعمق أكتر، علشان كل مرة يطلع لك واحد بشبهة يجد طائفة من المسلمين ترد عليه. وإلا لو كل المسلمين بيقروا بمستوى واحد وكل المسلمين عارفين الأمور بسطحية، هتبص تلاقي الناس دي يعني تصول وتجول وتغير دين الله واحنا نجري وراهم. اتفضل يا سيدي. ايوه. يقصد الخيط الابيض اللي هو نور الفجر في الشفق، نور الفجر في الشفق. يعني بص الشفق الايه للسماء عند التقائها بالارض عند السحر، ويفضل قاعد كده بحلق، هيبص يلاقي في لحظه اذان الفجر جاله شعاع ضوء كده مشي بالعرض واختفى. هو ده بقى الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، واخد بقى يوم يأذن الفجر ويبطل أكل. فهمت بقى؟ يبقى الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو شعاع الفجر، لأن في أحد الصحابة فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني يحط فتلة بيضة وفتلة سودة ويضلم النور ويفضل يأكل لحد ما إيه يعرف يميز بينهم. فهمت إزاي؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك عليه وقال إن وسادك عريض، وفي رواية إنك لعريض القفا. يعني حق وسادك ده مش المخدة اللي انت حطيت عليها الخيط، تبقى المخدة بتاعتك هي السماء، فلو هتنام في السماء يبقى فاك عريض قوي. فالرسول بيقول له ان وسادك لعريض او انك لعريض القفا، اذا يعني هتنام هتتوسد السماء. فبين له النبي ان الخيط الابيض هو الشعاع ده اللي يشوفه في الافق مش اللي يشوفه على المخدة بتاعته اللي بينام عليها. فهمت بقى المسألة؟ والله اعلم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ما خلصناش وقت الظهر لسه. أي تفضل. الوقت الثاني فيه كيف يتجديد؟ بيبقى آخر وقت ولا آخر وقت الصلاة؟ لا، بيبقى فاضل على آخر الوقت قدر الصلاة بس، عشان لما يبدأ الصلاة يبدأ في الصلاة في الوقت، وأول ما يسلم يبقى خرج الوقت كذلك. لا، ما احنا قلنا ان هو جاله في وقت الفضيلة، وقت الفضيلة ده ممتد اللي هو ايه قبل وقت الكراهة، لان القاعدة ان وقت الشمس ينتهي عند غروب الشمس. لكن ليه سيدنا جبريل جاله عند الاصفار؟ عشان يبين له ان العصر له وقت فضيلة. واخد بالك؟ لا، كل الاوقات لها وقت فضيلة، بس هو جاء العصر بالذات علشان لمزيد الاهتمام به، لأنه وقت نوم الناس فأراد به كده. أيوة. هل أيوة لحظة. وقت الفضيلة وقت القراءة، هل القراءة هل دي يعني ليها أسباب منطقية ولا دي أمر تعبدية لا حاجة جماعية خالص؟ وقت الفضيلة وقت القراءة في كل صلاة مفروضة ولا في الصلوات المطلقة؟ ما هو لا، دي ليها معروفة عند الفقهاء، عرفوها إزاي؟ يقول لك الكراهة إنك أنت لا تدرك الصلاة بكمالها بسنونها القبلية والبعدية والاستعداد لها. فإذا وصلت للمرحلة دي إن فاضل من الوقت ما لا تستطيع أن تصلي الصلاة بكمالها وملحقتها كلها، يبقى أنت كده دخلت في وقت الكراهة. واخد بالك؟ لأن الأكمل إنك تقيم الصلاة بكمالها باطمئنان، وتصلي السنة القبلية، وتتوضى وضوء حلو، وتدخل الحمام تستنجى، وإذا كنت جنب تغتسل وتعمل ده كله، وتختم الصلاة وتقوم تصلي السنة البعدية. واخد بالك؟ وتستريح شوية ويدن الأذان اللي بعدها. يبقى ده اسمه وقت ايه؟ اختيار. اسمه وقت اختيار، يعني عندي اختيار ان انا ايه. انما بعد كده ما اقدرش اصلي مثلا السنه القبليه لان الوقت ضاق،
وما اقدرش اتوضى براحتي وما اتوضى بسرعه حتى لدرجه ساعتها ما يضيق الوقت تقول مش مهم ادخل الحمام بقى بس الحق الصلاه، يقوم يصلي وهو محصور عشان خايف. اهو دي كلها كراهه اهي، لانه تلبس بالكراهه. اي لا ده زيادة فضيلة في العصر، في صلاة العصر وصلاة الصبح. لا وقت صلاة العصر ووقت صلاة الصبح في أوله بتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وعلشان كده في فضيلة زائدة لحضور هاتين الصلاتين. ليه؟ لأن ملائكة الليل والنهار بيجتمعوا النبطشيات يقوموا يشهدوا ليك، يقوموا يروحوا لربك يقولوا ايه وربك اعلم بك يعني، لكن ربنا اراد ان حد يشهد لك عشان ايه؟ يطمنك، لان عارف انك ضعيف وخواف ورعديد، فربنا بيطمنك بالملائكة. يقوم ايه يشهدوا ليك، يقول جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يقوم الملائكة. كل ده ليه بقى؟ عشان الملائكة قالوا اتجعلوا في الارض من يفسد فيها ويسفك الدماء، يقوم ربنا بيبين لهم كل يوم لا مش كلهم بيسفكوا الدماء، ده هم بيصلوا زيكم اهم ورايحين جايين عليهم، تغيبوا تغيبوا ترجعوا تلاقيهم برضو بيصلوا، فين بيسفكوا الدماء؟ كأن ربنا بيرد عليهم علشان يكبر خطرك. فهمت المسألة؟ والله أعلم. الله يحفظ. لا يا سيدي، يقنط يعني يتعبد عبادة خالصة لله، ده كلامه لأمهات المؤمنين. يعني لازم طالما انتوا بقيتوا امهات للمؤمنين وصرتوا ازواج لهذا النبي الخاتم سيد المرسلين وامام المتقين، تكونوا على قدر عال من العباده والصدق والاخلاص يليق بمقامكم الذي بوأتكم اياه كونكم صرتم امهات للمؤمنين. واخد بالك؟ بس والله اعلم. كل حاجة بالتدريج بالراحة، لأن الشمس ماشية بالراحة. طيب إنك أنت بتلاقي الشمس ابتدت تصفر. أنت بتحط العصاية أول ما تبتدي الظل يميل إلى جهة الشرق، ظل الزوال أقل ظل ابتدى يتجه كده، هو ده وقت الظهر محدد أهو بالثانية. بص للعصاية وخيالها أول ما يلتفت كده قوم أذن أهو بالحد أهو بالظبط، أول ما يبقى مثله بالثانية قوم أذن للعصر، يبقى محدد أهو. صح؟ سهل. باللحظة دي هو دي اللحظة دي، هي دي اللي تقول للراجل أذن يا أبو فلان الوقت دخل على طول، الله أكبر انتهى. طب الإصفار برضو اللي هو كل وقت فيه ضوء ولم يظهر حاجب الشمس، كل ده وقت. يبقى اول ما الظلمه تنقشع ده اصفار، تظل تنقشع تدريجين 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 لحد ما تلاقي النور ابتدى يبقى قوي قوي عند الافق، لكن الشمس لسه، وابتدى الشفق الاحمر يبان. ما اصل في الشروق عكس الغروب، ابتدى الشفق الهاله الحمراء بقى هتبان اللي هي بعدها قرص الشمس على طول. واخد بالك؟ يبقى ده هينتهي وقت الاصفار اهو. ما هو لا، عشان طبعا المباني بتحول، فلازم تبقى قاعد في الصحراء. في بعض القرى والغيطان، في الغيطان بيشوفوه. أبيتك في الغيط ويطلع عليك فار الغيط؟ مين؟ برضه هيشوفوا الفجر اللي هي الضوء ده، أو يقوم قبل ما الشمس تطلع مع الإصفار يصلي الصبح. هيعرف في الإذاعة رمضان دخل ولا لا في بلاد المسلمين ويصوم معاه. سهل إن شاء الله. هو الوقت معظم البلاد مشتركين في جزء من الليل، ولو كان في بلاد لا تغرب فيها الشمس أصلا أو ليل على طول أو نهار على طول، بياخد توقيت أم الكرة، بيشوف مكة قالوا إيه ويمشي معه ويصوم عدد الساعات بتاعت مكة ويصلي في موقيت الصلوات بتاعت مكة، يعني يصلي الصبح وبعد 6 ساعات يصلي الظهر وبعد ساعتين ونص يصلي العصر وبعد ساعتين ونص يصلي المغرب وبعد ساعة ونص يصلي العشاء وبعد 8 ساعات يصلي الفجر وهكذا تقديريا. واقدروا له قدره. هل افضل مخير؟
مذهبان مذهب. والله هو حر الحمد لله، الحكاية واسعة فيها ساعة. أصل ممكن تكون أقرب دولة لي ما فيهاش توقيت، يوم نيسر له الأمور في بلاد عاملة توقيت ومعلنة فتبقى أيسر لي. إيه؟ إحنا بنتكلم في بلاد يبقى الليل ست شهور. طب ما هو هيغرب الشمس إمتى؟ يصوم ست شهور يموت، مع ما السلام ونكبر عليه أربع. بلده إيه؟ يعني لو مصري تبع مصر. أصل دي كلها حدود إقليمية مستحدثة، الشرع ما يبصش ليها. ده اللي عمل الحدود دي الإنجليز في أول القرن، قعدوا مع البرتغال ومع الفرنسوية ومع الإنجليز، قعدوا مع بعض وقسموا العالم الإسلامي إلى دويلات. فدي حدود أصلا مصطنعة، ده احنا درسناها كده في مادة التربية الوطنية إنها حدود مصطنعة، مش كده برضو؟ فخلاص ما تقدرش تبني عليه أحكام الشرع، فالحكاية سهلة. ما احترمنا طبعا للشيخ طنطاوي على عيننا وعلى راسنا، لكن لو صام كده برضو صح، برضو صح، برضو على أي بلد إسلامي صح. أيوة عندنا كده المذهب الشافعية كده، لا كراهة في الحرمين في الصلاة، تصلي أي وقت شئت، خلافا لهناك يقول لك ما بعد الصلاة بعد الفجر أعادك يقعدك، كل ما تيجي تصلي في الروضة بعد الفجر يقول لك استنى أما تطلع الشمس. الشافعية لا، يقوم يصلوا عادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تمنعوا أحدا في ساعة من ليل أو نهار يطوف بالبيت أو يصلي. بيقول كده البني شايبة اللي هم ماسكين مفتاح الكعبة، بيفهمهم الأدب مع الناس اللي جايين من الأفاق. فدل على أن إذا شرف المكان زالت الكراهة. وبعدين ده في حرم مكة، طب والمدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأشد، اللهم بارك في صحيحها، اللهم بارك في مدها، فصارت حرم، فيبقى حكمها حكم مكة. خدت بالك؟ بس فالشافعية من رأيهم كده. أيوة أنا كنت أصلي في الروضة بعد الصبح لما أحب أصلي، يجي يقول له اقعد، أقول له أنا شافعي، الله أكبر، يبعد عني. أول ما يلاقيك بعمة كده وبتاع وبدقن وبتاع ما يرضاش يكلمك، يقول لك ده راجل بقى الظاهر عنده بعض المعلومات، ما يرضاش يكلمك. إنما يتشطر على إيه؟ على الجماعة الهنود المساكين ما يعرفوش عربي، والباكستانيين ما يعرفوش عربي، إلا المصريين دول يخافوا منه. هم نفسهم يقولوا كده، هم ده مصري ابعد عنه. هم نفسهم يقولوا كده. أيوه في حاجة. أيوه. بالنسبة أنا كفيف، أنا كفيف. أيوه. عينيه عيني. انت منين؟ يا سيدي نورتنا، بس انت هتاخدها بني سوف مش هترجعها تاني. اسمك ايه؟ ابراهيم. حنطولك منين يا ابراهيم تاني اذا كنا احنا اول مره نشوفك؟ ما شاء الله، ربنا ينورك، ربنا ينور بصيرتك يا ابراهيم. احنا نعرف ناس ربنا كف بصرهم لكن بصائرهم اقوى من البصر والله، يعني ربنا يكرمك كده ويجعل القرآن في قلبك سطرا واحدا، ربنا يكرمك. الله يحفظك يا سيدي. ايوه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا بيها ازاي؟ احنا عرفنا ضوئية ازاي؟ بالتفسير من البراق، يقول لك حافره عند منتهى طرفه، حافره عند منتهى طرفه، يعني حط رجله عند اخر عينه، يعني ماشي بسرعه الضوء. هو النبي قال كده، حافره عند منتهى طرفه يعني بسرعه الضوء، صح؟ بس والله اعلم. قالها 500 كده، 500 عام. فقلنا بسرعه ايه النبي؟ وده امر متسع، بسرعه البراق. اقل ما يقال فيها سرعه البراق، لان ده مكان متسع، مش كده برضه؟ فده اليق ما يكون تفسيرا. هم الحقيقه بسرعه الفرس، يعني السماء ما هي متسعه كده، هنبقى بسرعه الفرس صعب، صح؟ فيبقى بسرعة البراق تليق، خصوصا علماء الفلك يقول لك مش عارف مئات السنين الضوئية، وقاعدين بقى يقولوا لنا حاجات كده الله أعلم أرقام الله أعلم بيها جابوها إزاي. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.